عنك او برضاك مش ذنبي انت اللي حلو بزياده او يمكن احلى واحد تيجي الرجاله والرجاله يتقارنوا اصلا بيك. قولي يا حبيبتي وانا هفضحك اني بحبك هحضنك حضن نقف اعمل لك الكاوتش. انا ممكن اسيبك وامشي. ما تمشي. همشي. امشي. هتقفي لوحدك ومش هتلاقي حد غيري يساعدك. لا معلش امشي. فكري. ايه فكري دي فكرت. امشي. فكري يا بنت الحلال. لا ما بغيرش. لا بتغيري. ما بغيرش. لا بتغير. ساعات. لا على طول. على طول. لا ساعات. تحبيني قوي كده؟ لا. لا بتغير. يا ساتر. حلوة لارا. حلوة. اتلم يا بس. حلوة. اتلم. بس بتغير عليها ازاي؟ لا. بتغير عليها اهو؟ لا. بس هي حلوة. بتغير عليها ولا لا؟ ايه هتنامي ولا ايه؟ ايه اللي اتفضل اتفضل ايه؟ امشي. ايه يا بنت التناكة دي؟ ما تفوق يا اما انت بتتكلم كده على اساس انك ايه يعني؟ صفيق اللخبطة دي ليه؟ المادة دي كنت مذاكرها والنعمة كنت مقفلها اشمعنى؟ ليه بيحصل كده على طول؟ اول سؤال في عم تتحلي امبارح قال لي خلاني دوب تغسل فيه وبعيني ورسم لي قلوب نكت عليه انا طلعت عينيه انا مش هسأل فيه ده انا بلعب وياك يا حبيبي وعملت بلوك كده واتس وفيسبوك وده هيموت ويفوق قول بقى كده انت مش عايزني اسيح لك واقول انك اتضربت واتعجنت وتهربت عشان خاطر البنت سلمى. ايوه اروح امك. ايوه اهو ده بقى تحديدا اللي مش عايزك تقوليه لابويا. خليه في سرك. قول بقى كده انت مش عايزني اسيح لك واقول انك اتضربت واتعجنت وتهربت عشان خاطر البنت سلمى. ايوه اروح امك. ايوه اهو ده بقى تحديدا اللي مش عايزك تقوليه لابويا. خليه في سرك.